هو يقصد الأشاعرة، نقل عن غيره، ينقل عن غيره بأن الأشاعر مخانيث معتزلة، يقصد بذلك أن الأشاعرة هم يتبعون في الحقيقة أصول المعتزلة، ولكنهم قد هذبوا هذا المذهب، وهذا المذهب الذي تهذبوه صاروا في أصول التابعين للمعتزلة، وإن كانوا يخالفونهم في أمور، فصار أشبه ما يكونون هؤلاء بالقوادين لهؤلاء، هذا معنى هذه العبارة. وأما بالنسبة للجهمية الإناث، فالشيخ حسين يقسم الجهمية إلى قسمين، الجهمية الأولى هم يقولون بخلق القرآن، يقولون بكثير من البدع المعروفة، والجهمية الإناث شار لمن تبين يقيدون نواقض الإسلام بالاعتقاد والجحود والاستحلال، هؤلاء يسمون الشيخ حسين الجهمية الإناث.